حركة النجوم والكواكب، منازل القمر، الشمس التي تشرق وتغرب في كل يوم طارحة أسئلة كثيرة عن ماهية الوجود، كلها حفزت الإنسان على البحث الحثيث بسبل ووسائل طورها البشر عبر التاريخ ليغدو علم الفلك الذي يرتبط بنجوم قد لا ترى بالعين المجردة، وظواهر لم يكن من الممكن تفسيرها بالتجريب من أشد العلوم ارتباطا بحياة البشر. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الزمان والمكان. حكايتنا اليوم عن تاريخ علم الفلك، ويسرنا أن نستضيف الدكتور رياض قرافلاح، أستاذ في قسم الجغرافيا بجامعة تشرين. أهلا ومرحبا. أهلا مرحبا دكتور. أهلا وسهلا فيك. اليوم سنتعرف عن كثب على حكاية هذا التاريخ، تاريخ علم الفلك، لكن في البداية ما تعريفك لعلم الفلك عموما؟ طبعا بداية أقول أن الإنسان بالفطرة كان يهتم بالفلك، كان يهتم بالنجوم، كان يهتم بالشمس، بالكواكب، على اعتبار أن هذه الكواكب والقمر والشمس ظهرت قبل ظهور الإنسان بكثير، فمن الطبيعي بعد ولادته وحياته أن يهتم بالفطرة لهذه الأمور. طبعا علم الفلك بالتعريف هو علم الذي يدرس حركات الأرض، بمعنى كيف تدور الأرض، ما هو شكل الأرض، ما هو كيف توقيت الأرض. يضاف إلى ذلك ما يترتب على ذلك من دراسة لعلاقة الأرض بالشمس، بالمجموعة الشمسية، ومن ثم بالكواكب الأخرى، وأيضا بالنجوم والمجرات، وكيف ترتبط بعلاقتها بالأرض عموما، كيف تؤثر وتتأثر بالأرض. ولكن يركز علم الفلك في الدرجة الأولى على الأرض وكيف تؤثر عليها مظاهر النجوم والكواكب الأخرى. طبعا علم الفلك بشكل عام هو عبارة عن علم معقد يتألف من مجموعة من الأقسام، دراسة النجوم لها طرق مختلفة عن دراسة الأرض بحد ذاتها كحركة أو كما يسمى بحركتها حول الشمس، لها تفاصيل مختلفة إلى حد ما. ولكن عموما في الدرجة الأولى نحن بالنسبة كجغرافيين نهتم بحب الأرض، أما كفلكيين فيهتمون أكثر بمجال النجوم والمجموعات الشمسية والمجرات خارج مجرتنا. نعم. بما أننا اليوم يعني نحكي حكاية عن هذا التاريخ، متى بدأ الاهتمام البشر، يعني في أي عهد، في أي عصور اهتموا بالفلك؟ طبعا الاهتمام كان منذ الحضارات القديمة، يعني جميع الحضارات القديمة اهتمت بالفلك، سواء كان المصريين أم حضارة بلاد الرافدين أم حضارات الأخرى اللي هي حضارات في أمريكا، في أمريكا الوسطى حضارة المايا أو الإغريق أو الرومان، جميعهم بلا استثناء اهتموا بالدراسات الفلكية وحاولوا أن يفهموا كيف تمر الأيام، ما هو النظام اليوم، ما هو اليوم الشمسي، اليوم القمري، كيف تحدث هذه القضايا، كيف ما هو العام، حاولوا وضع تقاويم. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ يعني هل يعني الغموض أو التأمل والتفكير يعني بدأ يدفعهم دائما للبحث وراء هذا المجهول؟ نعم، أحيانا الإنسان يبحث عن، كان دائما يبحث عن الدين، فكانوا يعتقدون بأن العواصف التي تحدث أو غضب الطبيعة هو ذنب ارتكبوه ولا بد من أن يكفروا عن هذه الذنوب، لذلك اهتموا بالطبيعة، حاولوا أن يفهموها بشكل واضح. على سبيل المثال المصريون كانوا يعتمدون على النيل، نهر النيل، فلاحظوا أن نهر النيل كان يفيض دائما في 19 تموز، هذا الفيضان بشكل سنوي في نفس اليوم كان يفيض في 19 تموز، لذلك أبدوا اهتماما أنه لماذا في هذا اليوم تحديدا، فبدأوا يعدون الأيام من 19 تموز هذا العام إلى 19 تموز العام القادم، فوجدوا أن عدد الأيام هو 365 يوما، وبذلك اكتشفوا أن هناك سنة مؤلفة من 365 يوما تقوم على أساس أنهم عرفوا متى حددوه بحادثة معينة، بحادثة يعني معينة. هل توصلوا إلى السبب، إلى معرفة السبب لماذا يفيض في 19؟ ربما هذا السبب أمور علمية أتت لاحقا، ولكن كانوا يهتمون أنه زمنيا ما هو الزمن، فوجدوا أن هناك 365 يوما أمروا أو حاولوا تقسيمها إلى 12 شهر، وكان كل شهر مؤلف من 30 يوما بالتمام والكمال، أما الخمسة أيام الأخيرة فكانوا يعتبرونها إجازة، هي أيام إضافية ولكن كانوا يعتبرونها إجازة من معنى العمل. فهنا اكتشف التقسيم السنوي، وكان المصريون من أوائل الناس الذين
انتبهوا على هذه القصة. أيضا على النحو الموازي كان هناك أيضا حضارات أخرى انتبهت لهذا الموضوع ولكن أيضا بطرق مختلفة سنتحدث عنها. يعني كل حضارة كان هناك حدث دفعها لإيجاد تقويم الخاص فيها وفق مثلا ملاحظات وفق مواسم خاصة. نعم. قد تكون زراعية قد تكون إلى ارتباط بالجغرافيا بشكل عام. بالضبط. على سبيل المثال نحن نعلم أن الأرض تتحرك حول الشمس، هذه الحركة باعتبار الأرض هي مائلة بحدود 23 درجة ونصف الدرجة تقريبا، فحركتها تتولد عنها حركتها حول الشمس تتولد عنها الفصول الأربعة. هذه الفصول صيف خريف شتاء ربيع الشمس تختلف في تعامدها، تختلف الشمس في تعامدها، وبالتالي نحن مثلا على سبيل المثال في سوريا نشعر بأن الشمس أكثر عمودية أو أكثر قربا إلينا في فصل الصيف وفي فصل الشتاء. فلاحظ على سبيل المثال الإغريق إيراتوستين قام بإجراء بحث أو قام بإجراء تجربة في مصر في مدينة أسوان، وجد أن في مدينة أسوان لا يوجد ظل للأشياء، الأشياء بلا ظل. نحن هنا مثلا على سبيل المثال كل شيء له ظل، الإضاءة تؤدي إلى وجود ظل لهذا القمم على سبيل المثال، ولكن عندما تكون الشمس عمودية تماما فالأشياء لا ظل لها. لذلك أن اكتشف أن الشمس في هذه النقطة تكون عمودية، أي يعني أننا يجب أن نتطلع نحو الأعلى حتى نرى الشمس تماما بزاوية 90 درجة تسقط على سطح الأرض. هذه المعرفة جعلته يقيس أيضا الظل في الإسكندرية ووجد أن هناك ظلا، ثم قام بحساب الدرجات وتمكن من حساب قطر الأرض بهذه الطريقة الجميلة والبسيطة على سبيل المثال. نفس التجربة تماما أجريت في عند قبائل أو عند حضارة المايا، كذلك المايا وجدوا في منطقة أيضا موجودة على مدار السرطان كما أسوان موجودة على مدار السرطان وهي نقطة تتعامد فيها الشمس على هذا الخط. في كذلك الحال في المايا وبنفس الطريقة قاموا بحساب هذه طول السنة وقطر الأرض بنفس الطريقة. نعم. نفس الطريقة. نعم. يعني دفعهم فعلا ملاحظاتهم ملاحظة منطقية جدا يعني هي كذلك دائما يعني إشارة الاستفهام تقود للاكتشاف وللبحث. نعم. لنتابع الآن مشاهدينا وأيضا معنا دكتور هذه الفقرة عن المجموعة الشمسية وكواكبها التي أعطاها القدماء لكل منها تسمية باسم آلهتهم، كانوا يخافون من الآلهة. نعم. يطلقون يعني مثلا هذا الكوكب عندما في إله الرعد وإله الشمس وإله المطر اتخذوا من الطقس إلها، مثلا كانوا يخافون من الشمس من الكواكب من المطر إله الرعد إله البرق، كانوا يعتقدون بأن الطبيعة غضبت عليهم لأنهم ارتكبوا ذنوبا. نعم. لذلك كانوا يقدمون القرابين لها بكي تعفو عنهم. نعم. إذن لنتابع هذه الفقرة عن المجموعة الشمسية وكواكبها والتي أطلق عليها القدماء أسماء آلهتهم طبعا خوفا منها واعتبروا أن لها تأثيرا مباشرا على حياتهم. نتابع. سحرت الكواكب والنجوم البشر منذ القدم، فقصوا عنها الكثير من الأساطير وحاولوا ربط حركتها بحياة البشر، وطوروا عبر التاريخ علوما تربط حظوظ الناس بحركة النجوم، ولكن في المعرفة يكمن الحظ الأكبر. الشمس هي مركز المجموعة الشمسية التي تدور حولها الكواكب، وهي التي تعطي النور والدفء، وبدونها لا توجد حياة، لذا فرمزها الفلكي هو دائرة يوجد في مركزها نقطة لتدل على الأساس والمركز الذي يدور حوله كل شيء. أما القمر الذي يعكس شعاع الشمس في ظلمة الليل فيرمز له بدائرة غير مكتملة. القمر يمثل إدراكنا الشخصي للشمس، آراءنا ومشاعرنا ورغباتنا التي كي نحققها نحتاج إلى جسر يربطها بالعالم المادي، جسر بين دواخلنا والعالم الخارجي،
جسر بين العقل والجسد، وهذا الجسر هو عطارد، أما الجسد فتمثله الزهرة. الزهرة هي حواسنا الخمس التي يربط عطارد بينها وبين العقل ليكتمل الإدراك. كل ما يرتبط بالفنون والجمال والتناغم يمثل بالزهرة. ولتحقيق رغباتنا بالتمتع بجمالية الحياة ومغرياتها نحتاج إلى القوة، وهنا يأتي دور الكوكب الأحمر المريخ. المريخ يمثل الطموح والقوة، وهو الذي يهب البشر الطاقة للقيام بالفعل ولتحقيق طموحات قد تقود إلى العنف والحرب لولا تدخل المشتري الكوكب الأب الذي هو منقذنا من الآلام التي تسببها الطموحات الفردية. المشتري هو المرشد المثالي لبني البشر، فهو يمثل الأخلاق والمبادئ والثقة التي تسمح للبشر بتشارك طموحاتهم ليصبحوا جزءا من مجتمع متكامل. ولكن لا يوجد على الأرض التي تدور في هذا الفلك سعادة أبدية، فزحل الذي يمثل الزمن سيقودنا حتما نحو النهاية، فبه تنتهي الحياة المادية كونه الكوكب الأبعد عن الشمس في علوم الأقدمين. الشمس هي مركز الكون التي تبدأ منها الحياة، والقمر هو انعكاس إدراكنا للحياة، ثم يأتي عطارد ليرسم الجسر الذي يلبس هذا الإدراك ثوب المشاعر التي بدورها تولد الطموح الذي ينظمه المشتري. ومع دخولنا إلى العالم المادي يلعب الزمن دوره ليقودنا إلى النهاية الحتمية. قد تكون هذه قصة بدائية تصلح لتعليم الأطفال مبادئ علم الفلك، ولكنها أساس لعلوم تطورت وذهب بعضها إلى الحدية كالتنجيم الذي يستغل رغبة الناس لمعرفة المستقبل. ولكن مستقبلنا هو نتيجة لأفعالنا وطريقة إدراكنا للبداية والنهاية ولطريقنا الذي نسير فيه في كون كبير مليء بالرموز والإشارات. ممتع هذا التقرير زميلتنا فداء عيسى، ما تعقيبك دكتور؟ يعني أفكار جميلة عن الكواكب والنجوم والمجموعة الشمسية، وإن كانت هناك أحيانا بعض الخزعبلات التي كانوا يعتقدونها إضافة لهذه الأشكال الجميلة. طبعا هناك إشتار إله الخصب والحرب كانوا يعتبرون طبعا البابليين، ولكن هناك أفكار أيضا أسطورية غير هذه الأفكار الجميلة التي سمعنا أو شاهدناها. مثلا كانوا يعتبرون بأن الكون أو السماء هي عبارة عن كتلة نارية مثلا على سبيل المثال، كانوا يعتبرون أن مركز الكون هو السماء وهو كتلة نارية مثلا على سبيل المثال، أو يعتبرون أن كذلك الإغريق اعتقدوا بذلك، اعتقدوا أيضا بأن الأرض قد تكون محدبة أو مسطحة وأوهام كثيرة كما هذه المعتقدات الجميلة. هناك أيضا معتقدات كانت لم تكن بهذا الجمال، ولكن عموما ما نستنتجه بأن الطقس فعلا كان أو الكواكب والمجموعة الشمسية والكواكب والنجوم كانت فعلا مسيطرة ومتحكمة تحكم كبير بهذه الشعوب سواء كان بناء عليه. دكتور كيف تم الربط بين علم الفلك والتنجيم؟ يعني لاحظنا أن هناك تأثير على الحالة النفسية بالغضب بالراحة بكل هذه الأمور، صار هناك ربط، وهل هناك أساس منطقي لهذا الربط؟ يعني علميا إن تكلمنا بالعلم تدور الأرض حول الشمس، طبعا نحن بالظاهر نرى العكس، نرى أن الشمس هي التي تدور حولنا، ولكن في الواقع هي الأرض هي التي تدور حول الشمس. أثناء هذا الدوران تمر الأرض بمجموعة من ما يسمى بالبروج السماوية. طبعا البروج السماوية اللي هي عبارة عن مجموعة من الكويكبات، كويكبات مجموعة من النجوم تسمى كويكبة، طبعا معروفة بنشوفها دائما باللقاءات وبالمقابلات وبالجرائد وبالصحف، يعني الحمل والعذراء هذه حاليا طبعا هذا النظام
حسب الدراسات الأخيرة أخذت الأرض تمر ب 13 كويكب وليس 12، يعني بمعنى تخيل أنه كان عندنا 13 برج وليس 12 برج، ونحن عم نمشي على مئات السنين 12 برج. الأرض تغير حركتها أو اتجاهاتها كل حوالي 250 ألف سنة، فنحن نسير على تقليد قديم يعني، ولكن هذا التقليد المتبع حاليا لا يرتبط بالنجوم، النجوم بعيدة مسافاتها فيما بينها مسافات كبيرة جدا لا تؤثر لا على حياتنا ولا على سلوكنا ولا على أي شيء، فهذا أمر غير صحيح. ولكن حديثي الآن عن ناحية النجوم أتكلم. لماذا؟ يعني على سبيل المثال أنا سجلت بعض الأرقام، يعني مثلا الحوت حسب المواعيد الفلكية من 11/3 حتى 18/4، ولكن حسب المنجمين أو حسب ما بنشوف هو من 20/3 حتى 16/2 بتصلشني حتى 20/3 مثلا، او مثلا على سبيل المثال لسان العذراء من 16/9 فلكيا حتى 30/10، ولكنه حسب ما هو متعارف عليه من 23/8 وحتى 22/9 يعني بمعنى ما يقوله المنجمون او ما نسميهم يعني توقعون لا يتناسب مع الحالة الحقيقية الفلكية للدوران، المواعيد التي تمر بها الشمس في هذه البروج تختلف عن المواعيد الموجودة في هلا دائما العلم هو يعني يرفض او ينفي هذه العلاقه، انما ولكن ما بعرف ولكن لم اتمنى ان اكمل هذه النقطه، هي من ناحيه النجوم، ولكن من ناحيه اخرى يمكن ان نوجد هذه العلاقه من طريقه اخرى، من ناحيه العلاقه ما بين الشمس والارض والقمر. نحن نعلم بان اقتران الشمس والارض والقمر يعني عندما يقعون على خط واحد او على شكل زاويه قائمه، على شكل زاويه قائمه نعم، يمكن ان يكون هناك حاله من المد، مد البحر تمام، فبصير بس بالكسوف وبالمهج، لا ولا هي لا لا هي ما دخل دورية بالكسوف يعني؟ هي لا دائما وابدا الموضوع المد والجزر ممكن يكون في مد وجزر اكثر من مره بشكل باليوم يومي يعني. بشكل يومي طبعا اقصد لما بتجي كلها بنفس المحور. دراسات بصراحه قرات عنها دراسات احصائيه تشير بان هذه القوى التي تفعلها الطبيعه من حيث تلاقي الارض والشمس والقمر تؤدي الى حدوث ظواهر على سطح الارض تكسر في هذه الفترة، يعني على سبيل المثال أكثر حالات الولادة تحدث عند هذا الاقتران على سبيل المثال، حالات مثلا تكاثر الحيوانات على سبيل المثال حبات الطلق كثير من القضايا، حتى حالات النزيف 82% يمكن أن تكون العمليات الجراحية غير ناجحة إن أجريت في هذه الفترات. دراسات إحصائية من باب الاهتمام أيضا دول الأوروبية أيضا مهتمة بهذه القصص، فوجدوا وجد اقتران حقيقي ما بين علاقة الشمس والأرض والقمر وقوة الجذب التي تفعلها ببعض الظواهر الإنسانية التي تحدث حتى في الجرائم على سبيل المثال بالعمليات الجراحية بحالات الولادة حالات الأمراض المعينة حالات حتى التدرن، أعتقد سجلت المرة تدرن رئوي على ما أعتقد له أيضا علاقة بهذه الظواهر، هي عبارة عن قوى جذب طاقة إيجابية أو طاقة جاذبية إضافية تحدث في هذه الفترة تؤثر على ظواهر أخرى، هذه بالدراسات الرقمية. إذا يمكن أن أقول قد يكون للشمس والقمر علاقة، أما النجوم فلا علاقة لا علاقة. يعني قد تحصل هذه التجاذبات يعني أو تحدث بعض التغيير في المزاج العام، يعني ربما هذه الحركة نعم الحالة النفسية قد تغير نعم يعني الحالة النفسية ولها تأثير يعني مباشر على الإنسان نعم هو هذا ما يعني لم أذكر هذه النقطة، وجدوا أن هناك تأثيرات فيزيولوجية نفسية أحيانا عضوية على الإنسان في هذه الفترات وبالأرقام، وربما من هنا يعني من هذه النقطة يعني استثمر المنجمون. أما موضوع التنجيم بالنجم كنجوم بحد ذاتها فلم تثبت، يعني حتى على موضوع مثلا على موضوع ما نحكي بالتنجيم نحكي بالتبصير، يعني مثلا موضوع من يستخدمون فنجان القهوة أو الكف الكف بجوز له اعتبارات لا أدري إن كان لها صلات بعض يدعوها مرجعية دينية أو ما إلى ذلك، قد يعتبرها البعض لها علاقة بأمور أخرى، ولكن فنجان القهوة هذا العادة التي يستخدمها الكثيرون يعني أنا أعتقد بأن من يبصر في هذا الفنجان هو إنسان ذكي يعني من خلال حواره معك لمدة 5 دقائق أثناء شرب الفنجان قد يكون أخذ بعض المعلومات واقتبس بعض الأفكار وقرأ يعني بعض الملامح أنت عم تنفي أعتقد لا يمكن قراءة يعني تفسير لبعض الرسومات يدل إحساس يعني أتوقع هي ذكاء من المنجم وليس هي حقيقة موجودة في الفنجان يعني. نعم طيب في نظرنا ترتبط معرفة الفلك بالمعدات الحديثة والتلسكوبات والمراصد المتطورة، ولكن قبل وجود هذه المعدات التي نعرفها الآن كان هناك حضارات ذات معرفة بالغة بهذا العلم. لنتابع معا الفقرة التالية عن مباني قديمة أظهرت براعة العلماء والقدماء بعلم الفلك.
هناك العديد من الصروح الأثرية التي رغم استخداماتها المتعددة أظهرت اهتمام القدماء بعلم الفلك وتطور هذا العلم الذي كان من العلوم الأساسية لديهم. من هذه الأبنية وأهمها أهرامات مصر التي يعتبر من إحدى أعاجيبها أن ارتفاع الهرم الأكبر بالجيزة إذا ما ضرب بعدد أحجاره فالناتج يساوي المسافة بين الأرض والشمس، فارتفاع الهرم 148 مترا وعدد أحجاره 1,000,000، والمسافة بين الأرض والشمس هي 148 مليون كيلومتر. كما ويحكى أن أشعة الشمس تسقط بشكل عمودي على تمثال رمسيس الثاني في معبده بأبو سمبل دون سواه من التماثيل مرتين في كل عام، إحداها في يوم مولده، أما المرة الثانية فهي في يوم توليه الحكم. وكذلك تدخل أشعتها في هرم الملك من كورع يوم مولده من خلال فتحة متناهية في الصغر. أما في الهند فإن الدهشة تعتري زوار مرصد جانتار مانتار عندما يتأملون في أبنية هذا المرصد، ولا شك أنهم يتساءلون أيعقل أن يكون هذا مرصدا حقا؟ فعادة ما يتوقع المرء أن يرى في المرصد أبنية حديثة تضم معدات فلكية متطورة، غير أن جانتار مانتار كان مرصدا بكل ما في الكلمة من معنى عندما بني في أوائل القرن 18. وما يثير الدهشة فعلا أن هذا المرصد ورغم افتقاره إلى المقاريب وغيرها من المعدات التي كان الأوروبيون يطورونها في ذلك الوقت، ساهم في الحصول على معلومات دقيقة إلى حد بعيد عن الأجرام السماوية. وكلمة جانتار تأتي من كلمة باللغة السنسكريتية هي يانترا وتعني آلة، وكلمة مانتار هي من كلمة مانترا أي معادلة، ومن هنا جاء اسم هذا المرصد. وفي بريطانيا وبالقرب من مدينة سالزبوري في مقاطعة ويلتشاير، فإن الشواهد الصخرية التي تسمى ستونهنج والتي تتكون من مجموعة دائرية من أحجار كبيرة قائمة ومحاطة بتل ترابي دائري يعود تاريخها إلى ما يقارب 4,000 عام، كانت تستخدم في وقت ما كساعة شمسية وكان لها دورا جوهريا في معرفة الوقت وتعقب الفصول، ففي أوقات معينة من السنة تكون الشمس والقمر على خط واحد مع بعض الصخور، وعندما يحدث ذلك يدرك القدماء أن فصلا جديدا قد بدأ. يعني هذا التقرير يبين تماما الربط بين الزمان والمكان، الربط يعني بين تغيرات الكواكب والمكان بحد ذاته. هنا نسأل دكتور عن الأهداف التطبيقية لهذا العلم في معرفة الطقس وأيضا الأحوال الجوية، وهناك تقويم شرقي نعرف أنه ربط بالزراعة، ولكن يعني في معرض يعني ما قدم في هذا التقرير كيف ارتبط المكان ب هذه الحركات وبشروق الشمس أو غروبة بأوقات محددة كما هو في معبد سمبول أو حتى الإغريق أنه يطلع المسافة نفسها هي اللي عدد الأحجار مع يعني ارتفاع الهرم، يعني ما هذه الإحجازات العلمية؟ نعم دقيق جدا. طبعا المسافة بين الأرض والشمس 148 مليون مليون كيلومتر كحد أدنى، ترتفع إلى 152 مليون كحد أقصى، اعتبر أن الأرض تدور بشكل غير يعني حد أدنى، هناك حد أدنى وحد وسطية 150 مليون، فالحد الأدنى هي الحد الأدنى فعلا دقيق، يعني أمر يصير الدهشة في المستوى الذي وصلوا إليه.
بالنسبة لموضوع التقاويم، طبعا التقاويم هكذا أنشئت من خلال معرفتهم، من خلال أنا أؤكد أنه من خلال الظل، الشمس لها ظل، من خلال الظل علموا أن الشمس في هذا اليوم هي متعامدة في هذا المكان. عندما تتعامد الشمس في هذا المكان فلا بد أن ترسل ظلا لا نهاية له في مكان آخر، وبالتالي استطاعوا أن يقدروا. وكانت الوحدة التقديرية استاديا، استاديا هي 157 متر. هذه 157 متر أخذوا يضربونها بالدرجات ما بين مسافة ما دام مثلا الإسكندرية على سبيل المثال حسب ما حسب إيراتوستين ومدينة أسوان، ووجدوا أن فعلا وصلوا إلى تقدير دقيق لما هو حاليا لقطر الأرض وهو حدود 40,000 كيلومتر فقط بهذه الأساليب البسيطة. ونفس الأمر بالنسبة لحضارة أعتقد الهند أو نعم نفس الطريقة تماما، أو حتى جانتر مانتار بنفس الطريقة، وجود مجموعة من الأعمدة باتجاهات مع الشمس بحيث أنه تعطي ظلال معينة في فترات معينة من السنة تمكنه تحديد التوقيت والفترة من السنة. التقويم المصري هذا يعني قسموا السنة على أساس هذه على هذه النظرة والشهور، وحتى اليوم الواحد 24 طبعاً ساعة. طبعاً الأرض عموماً أيضاً 24 ساعة أيضاً في هذه النقطة، هناك يوم نجمي أو يوم شمسي، أنا أرى الشمس أو أرى النجم في هذه النقطة هذا اليوم، غدا أراها قد تقدمت قليلا على سبيل المثال، فأنا أعلم هناك اليوم نجمي بحدود 24 ساعة إلا كم دقيقة، أو يوم شمسي هكذا رقم الأم. كان اليوم نحن في هذا اليوم يوم مثلا الأحد، غدا الاثنين ماذا سيحصل، كيف سيتغير الموقع. وبالتالي قاموا بتقسيم الزمن على هذا الأساس والسنوات على هذا الأساس، لذلك نشأ تقويم مصري وتقويم إغريقي وتقويم روماني وما إلى ذلك بناء على هذه المعرفة. ولكن مثلا كما هو في معبد سمبول يعني أن يكون هناك يومان يعني يومين هذا ما كنت حالة استذكاره ليجيب عنه. فضل. نعم. الأرض الشمس تتعامد أو عفوا الأرض تتعامد مع أشعة الشمس في يومين بالسنة بالنسبة لمدار السرطان، في عنا مدار الجدي، في عنا خط الاستواء. المنطقة الواقعة ما بين مدار السرطان ومدار الجدي، هذه المنطقة تتعامد دائما مع أشعة الشمس مرتين في العام، يعني الشمس بتروح تتعامد مع مدار السرطان، ببلش الانقلاب الصيفي، ببلش الصيف ترجع تتعامد مع خط الاستواء، ترجع تتعامد مع مدار الجدي، بترجع بعدين وهكذا. فبالسنة الواحدة بتمر مرتين. فبتمر مرتين على مدار السرطان ومرتين على مدار الجدي. لذلك لما بتمر على مدار السرطان بيوم 21 حزيران، هذا يعني بأن اليوم هو يوم إذا وضعنا أي جسم بشكل عمودي لن يكون له ظل. لن يكون له ظل في أي بقعة يعني؟ في لا على مدار السرطان تحديدا، مدينة أسوان أو بعد أبو سند موجود في هذه النقطة. تمام. موجود في النقطة التي هو المعبد موجود وين أبو سمبل؟ أسوان، في أسوان على مدار السرطان. مدار السرطان، مدار السرطان هو النقطة في 21 حزيران عندما يصل تصل الشمس، إذا هذه النقطة لا يمكن أحيث الظل. فلذلك بناء على تكرار هذه الحادثة تمكنوا مباشرة من الحساب على مدار سنوات طويلة من حساب هذه النقطة، وبالتالي اكتشفوا أن هنا في هذا الموقع تتعامد الشمس ويعود التعامد بعد حوالي ستة أشهر. طبعاً هم بنوا يعني هذه المباني يعني بناء على هذه المتغيرات، يعني وظفوها ووظفوا يعني مناسباتها. لذلك علموا تماماً، لذلك علموا متى تكون الشمس عمودية في هذه النقطة، وبنوا المعبد من وجهة نظري، بنوا المعبد بناء على هذه المعرفة أنه في هذه النقطة يمكن لنافذة في هذا المكان، لزاوية لجدار في هذا المكان أن يتلقى إشعاع الشمس بشكل مباشر ويدخل. ودراسة دقيقة وحسابات بدها تكون كتير طبعًا دقيقة طبعًا، يعني قديه هن يعني في ذكاء وفي ملاحظة طبعًا ودقة طبعًا. بالتالي كيف يعني ظهرت التقاويم اللي اعتمدت أيضا على متغيرات الطقس وعلى المواسم الزراعية؟ يعني نحن بنعرف أنه حتى عنا تقويم قبل ما يعني الناس ممكن يدخل العلم لحالة بتعرف أنه بفصل معين شو ممكن تزرع ب 15 يوم ممكن يتغير موسم ما، بيعرفوا امتى بينزل مطر تماماً. وكانت هناك تقاويم شعبيه يعني تماماً على هذا الاساس تماما، يعني الكثير من الطوائف لديها تقاويم فعلا شعبيه، وهذا ما يسمى بالتقويم القمري لدينا. فعلا لازال الكثير من اجدادنا يعتمدون على هذه النقطه تحديدا، يعني على سبيل المثال في طبعا ارتبطت بالامثال، امثال لم تترك شيئا في هذا المجال الا وتحدثت عنه خصوصا في مجال الطقس، يعني ايلول ذنبه مبلول، وهذا يعني بانهم ماذا يفعلون. مثلا على سبيل المثال بايلول ممكن انه موضوع الزراعه ينطروا حتى تصير مطره ايلول، فلما بتصير مطره ايلول فيكم بقايا بذور من الموسم الماضي،
عندما تنتج هذه البذور وتظهر الى تظهر كنبات يبداون بحراسه الارض. لماذا؟ يتخلصون منها ويقتلعونها لتبدا الموسم الجديد وهو خالي من تطفلات الموسم السابق. يعني مؤشرات الطقس وتبدلات اعطاهم مؤشرات للقيام باعمالهم الزراعيه وفق تقويم منظم لاحظوه كل عام. بالضبط. يعني تاكيدا على ذلك، هلا نحن حكينا انه ب 21 حزيران ب 21 حزيران تتعامد الشمس بالصيف، بس ب 21 كانون الاول بتكون الشمس تتعامد بسموع لنا بالنصف الجنوبي يعني على مدار الجدي، فنحن بيكون عندنا ابرد فتره اقصر نهار في السنه، يعني مثل ما بيكون بحزيران ب 21 كانون الثاني بيكون اطول نهار بالجنوب يعني بالبرازيل وباستراليا وبارجنتين بيكون عندنا اقصر يوم، وبحزيران بيكون عندنا اطول يوم أطول كمان يوم. هن بيكون عندهم اقصر يوم يمكن إيه تمام العكس تمام بالضبط تماما. فلما بيكون عندنا اقصر يوم نحن هذا بالسنه يبدا بعدها البرد لان الارض بدات تخسر من الحراره التي اكتسبتها سابقا، فبصير عندنا النهار قصير الليل طويل في بروده شديده. هون تبدا ما يسمى بالتقويم عندنا المربعينيه اللي هي نحن بالدراسه هي ال 40 يوم التي تلي اقصر نهار في السنه ب 21 كانون الاول الاول القادم قبل السنه بحوالي 10 ايام اقصر النهار في السنه. بعدها تبدأ الأرض بخسارة حرارتها بشكل كبير، فتبدأ البرودة بشكل كبير لمدة بعد 40 يوم تشتد البرودة كتير. هي اسمها أربعينية الشتاء أو المربعينية. يحسبوا من أقصر يوم 40 يوم حتى نهاية هي الأربعينية المربعينية يعني بيسموها. بالضبط من 21 كانون الثاني حتى آخر يوم في كانون في كانون الثاني عفوا حتى كانون الأول آسف كانون الأول حتى آخر يوم في كانون الثاني. هال 40 يوم هدول المربعينية فيها بيكون فيها الأرض عم تكون فيها في قمة البرودة. بعدين بتبلش في عندنا 50 يوم الشتاء، طبعا 90 يوم اول 40 يوم 40 يوم بعدين بنبلش عندنا 50 يوم اللي هي الخمسينية الشتاء. وهون اجدادنا عملوا لها قصه اللي هي السعودات يعني سعد ذبح سعد بلع سعد السعود سعد الخبايا وهي لها قصه ما بعرف اذا في الوقت انه نحكي فيها لا شوي. يعني هي بدها فعلا لحالها حلقه بس يعني نحن هيك اليوم عم نستعرضها لناكد على انه هي العلاقه اللي اوجدها القدماء يعني هي. فكل سعد من هذه السعودات له صفة معينة تسمح بقيام بنشاط معين على سبيل المثال يعني مثلا بالسعد دابح هذا سعد دابح حد بيكون ما في أي حركة من أي نوع جمود كامل يعني أنا كان في مجموعة أمثلة ما بعرف سعد السعود تجري المي بالعود تماما سعد الخبايا سعد الخبايا بيصير في بهون دخول فصل الصيف سعد أو الربيع بالضبط تتشتل الصبايا وتطلع الحياة تطلع الصبايا وتطلع تماما يعني كل الأمثال اللي ارتبطت بالضبط يعني هو بشوف قديش الإنسان يعني هو اللي أوجد لنفسه يعني خبرته بالحياة هي اللي خلته يوجد تقويمه يوجد أقواله الخاصة وبالتالي مواسمه الزراعية وتجربته بالحياة عموما. بالضبط يعني هلا مثلا سعد ذبح ما كلب نبح مثلا هذا مثال انه يعني ما حد حتى الكلاب لا تستطيع الخروج من كسر البرد يعني مثلا بيساعد بلع لانه الارض بتبلع المطر او المي فالسماء بتمطر الارض بتبلع فامثال كثيره يعني وصفت الواقع وما النشاط الذي يمكن القيام به في هذه الفتره. طبعا كل سعد هو هذه السعد 12 يوم ونص تمام على كل يعني ممتع كثير الحقيقه الحديث عن يعني عن هذه العلوم والتي كانت قبلها ظواهر تحسسها الانسان عن يعني ما دخل بين الحقيقه والخيال وحتى الاسطوره عندما جعل يعني الانسان القديم هذه الظواهر كرسها آلهة لعبادتها ثم جاء العلم فيما بعد ليؤكد الحقائق لكن لولا ما قدمه الأقدمون ربما لم يقدموا المفتاح لإيجاد هذه العلوم بدقتها اليوم والتي لا تزال يعني موضع بحث ويعني بحث حقيقي من قبل علمائنا اليوم وربما تظهر هناك أشياء جديدة. على كل نحن متشكرك لهذه الإضاءات دكتور رياض قرفلاح أستاذ في قسم الجغرافيا بجامعة تشرين ونشكر لكم المتابعة مشاهدينا ودائما عبر حكاية الزمان والمكان نقدم الحكاية بزمانها والشاهد عبر مكانها. شكرا لكل متابعتكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة. شكرا لك. شكرا لك.